احنا دائما ناخذ الحيطه وناخذ مزيد من المخصصات حسب متطلبات الجهات الرقابيه ايضا. وانا اعتقد احنا في وضع سليم، يعني اجمالي المخصصات اللي اخذت هذا السنه اكثر من 120 مليون دينار كويتي. وايضا في الاعوام الماضيه اخذنا نسبة كبيرة من المخصصات، أعتقد هذه لمزيد من الحيطة. قد يكون هناك أي أزمات في المستقبل إحنا نأخذ حيطة منها، ما في شك أن أسعار النفط حتأثر على الوضع الاقتصادي بوجه عام، ولكن الإنفاق الحكومي مستمر، وقد أعلنت الحكومة في كذا مناسبة أن هناك الكثير من المشاريع قد طرحت، ومنها قد يعني اوريدي اوردد، يعني رست والباقي جاي في الطريق. نعتقد ان هذه المشاريع هي حتحرك الاقتصاد الكويتي الى الافضل، وتقلل من هيمنه نزول اسعار النفط على الوضع الاقتصادي بوجه عام.